بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد، السلام على أرض العلم والعلماء، أرض التضحيات والجهاد والشهداء، أرض الكرامة والثورة، أرض السنابس الشامخة بحضارتها وأعلامها. نعم، إنها سنابس المقاومة والضلع المؤثر في مثلث الصمود. ثم السلام على الأمهات والآباء الذين أنجبوا جيلا من الثوار المرابطين، وسلام الله على حرائر ثورتنا الصامدات وشبابنا المرابط في ميادين العزة والكرامة. نرفع لكم التحية والتقدير يا أعظم الشعوب صبرا وصمودا، وكم نكبر فيكم أرواحكم التائقة لاستنشاق نسائم الحرية في ميدان الشهداء. إن اعتصام حق العودة لميدان الشهداء لهو الخطوة الأولى لاستعادة الميدان من الأيدي الأثيمة المحتلة للموقع الذي انسكبت فيه دماء الشهداء الطاهرة، وسطر فيه هذا الشعب الغيور عزم الملاحم البطولية في ثورته المجيدة. فلقد استنشق الشعب بأكمله نسائم الحرية والكرامة في هذا المكان، ولذا أضحت رمزيته الكبرى مؤرقة ومربكة لهذا النظام الفاسد، مما اضطره للقيام بجريمة هدم النصب التذكاري الشهير للؤلؤة تنفيسا عن أحقاده اتجاه الشعب البحريني. إلا أن لؤلؤة ميدان الشهداء أضحت مليون لؤلؤة في صدور المؤمنين بثورة البحرين في الداخل والخارج. إن العودة الحتمية لميدان الشهداء ستشكل منعطفا جديدا في مسار الثورة وأهدافها، وهو مقدمة لانتصار كبير بإذن الله. فطرد المحتل من تلك البقعة التي روتها دماء الشهداء ونزيف الجرحى أمر في غاية الإمكان مع الإرادة والتضحية. وإيماننا بالميدان ومركزيته ورمزيته تجعل من قيمة الترسانة والآلة الحربية المتمركزة فيه صفرا على الشمال. فلقد هزمهم الشهيد البطل عبد الرضا أبو حميد بصدره العاري، وهزيمتهم القادمة باتت قريبة بإذن الله. فإن إيماننا بالله وبقوته وتسديده وثقتنا الكبيرة بشبابنا وحرائرنا، فكل ذلك يمثل ضمانة للعودة الحتمية لتلك البقعة التي ارتبطت بالثورة ارتباط الروح بالجسد. ونحن على استعداد لأن يكون دمنا الرواء لها. ومن خلال هذا الاعتصام الكبير لمنطقة السنابس الذي سيرسم طريق الفتح لميدان الشهداء، نعلن لأبناء شعبنا العظيم عن موعد الزحف نحو ميدان الشهداء، وندعوهم لأكبر استعداد، ونؤكد على التجهز المادي والمعنوي للاستحقاق الميداني القادم. فمن منطقة السنابس نعلنها مدوية للجميع بأن يومي الجمعة والسبت 23 و24 من سبتمبر أيلول القادم سيكونان موعدان للعودة الكبرى لميدان الشهداء بإذن الله، تزامنا مع ما يسمى الانتخابات التكميلية الباطلة وغير الشرعية. وندعو من الآن إلى الإسراع في تشكيل المجموعات الشبابية حتى تكون في طلائع الزاحفين نحو ميدان الشهداء لتحريره من الغزاة المحتلين. لذلك نعلنها بأن لا مجال للتراجع أبداً، وليس لنا أن نتخلى عن الدماء المباركة التي قدمها المضحون من الشهداء والجرحى من النساء والرجال ومن الأطفال والشيوخ. لذا سنسير في طريق التضحية
ولن نتخاذل في إكمال ثورتنا حتى تحقيق النصر المؤزر بإذن الله. وهنا نؤكد بأننا لا نسعى لإصلاحات تلقيعية أو صورية، ولا نقبل بأنصاف الحلول ولا بأي خيار سوى أن يقرر الشعب مصيره بنفسه ويختار النظام الذي يلبي طموحه السياسي والاقتصادي. اللهم ارزقنا التوفيق والطاعة، واكتبنا من خيارة ضيوفك في شهرك المبارك، شهر رمضان، شهر الثورة والقرآن، وأن لا ينقضي عنا هذا الشهر إلا برضاك عنا ومغفرتك عن ذنوبنا. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واجعل لهم قدم صدق عندك يا كريم، وفرج عن العلماء القادة وكافة المعتقلين، واجمعنا بهم في القريب العاجل يا رب العالمين. صادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الخميس 11 من أغسطس آب عام 2011 للميلاد.